أهلا بالجميع، أنا سيف من جامعة باكن وأنا باحث في الذكاء الاصطناعي في الصين. تم نشر هذه الدورة من قبل CFCS بجامعة باكن بتوجيه من دكتور دون. في هذه الدورة سنتعلم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المعرفة الأساسية للتعلم العميق وتطوير البرمجة، وكذلك تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حياتنا. منذ هذا الدرس بدأنا رسميا في تعلم المعرفة الأساسية وتطور العملي لخوارزميات الذكاء الاصطناعي. من هذا الدرس سنتعلم الوحدة الأولى، وهي خوارزمية الذكاء الاصطناعي الأساسية الشبكة العصبية العميقة. ما هي Deep Learning؟ سيتم تقسيم هذه الوحدة إلى درسين. ينقسم محتوى الوحدة بشكل أساسي إلى المحتويات الرئيسية التالية. سيتحدث الدرس الأول عن أبسط الخلايا العصبية، ثم نشرح ما هي وظيفة تنشيط وهيكل الشبكة العصبية متعددة الطبقات. حتى الآن تعلمنا العملية المتقدمة للشبكة العصبية. في الدرس الثاني سنتعلم العملية الانتشار العكسي وتحسين المعلومات وتحديث الشبكات العصبية، بما في ذلك وظائف الخسارة والانتشار الخلفي والمحسنات. في الوقت نفسه سوف نواجه كيفية استخدام الكود المستري لتنفيذ كل وحدة. ما كود إطار تطبيق TensorLayer X؟ أولا، هناك خلايا عصبية بسيطة. الخلايا العصبية هي العوامل الأساسية في خوارزميات التعلم العميق. كما أدرك البعض منكم، فإن الخلايا العصبية في خوارزميات التعلم العميق مستوحاة من الشكل العامل للخلايا العصبية في الدماغ البشري. تستقبل التشعبات في أعصاب البيولوجية إشارة، ثم تنقل الإشارات من أطراف المحاور عبر الإرسال المحوري. سيقوم الدماغ البشري بضبط تنشيط وتثبيت المداخلات الإشارة المختلفة. هذا أبسط مثال. هناك ثلاثة مداخلات في العالم الخارجي، وهي X1 وX2 وX3. ثم لكل إدخال لدينا العامل W1 وW2 وW3 الذي نسميه الوزن. أخيرا يتم الحصول على الخليج الإشارة ذي بواسطة هذه الخلية العصبية، ومن خلال تجميع المراجع للمدخلات والوزن. لنفترض أن طائر نورسي يقرر ما إذا كان سيرسل فريز on the pier. هناك ثلاثة عوامل يجب مراعاتها: درجة الحرارة باردة X1 ومسافة X2 ودرجة الجوع X3. وفقا للأهمية المختلفة للعوامل الثلاثة يتم الحصول أخيرا على معلومات القرار Z. كلما زاد الحجم Z زادت الرغبة في الحصول فريز on the pier.
نستخدم ضربة مصفوفة matrix multiplication لحساب خلية العصبية. بشكل عام، X عبارة عن متجه صف، والوزن W متجه عمود، والحاصل ضرب الاثنين هو V. أخيرا، عادة ما تضيف متغيرا يسمى تخيل بايس. دعونا نتعلم كيف يتم تنفيذ هذه الخلايا العصبية الفردية في كود. باستخدام إطار عمل TensorLayer X، نقوم بإنشاء متجه صف X ومتجه عمود W و B bias. دعونا نرى سبب كون X متجه صف 1.3 لأنه يحتوي على عنصر واحد فقط في خط العرض الأول أي قائمة المستوى الأول. هذا العنصر هو أيضا قائمة بها ثلاثة عناصر، لذا فإن شكلها هو 1.3. وبالمثل تحتوي W على ثلاثة عناصر قائمة في القوس الأول. كل عنصر من العناصر القائمة له رقم شكله هو 3.1. ثم استخدم function matmul لإجراء عملية ضرب المصفوفة وإضافة تحيز للحصول لنتائج حساب الخلايا العصبية. يتساءل العديد من الطلاب عن استخدام التحيز بايز، أليس مجرد إضافة قيمة؟ فإذا كان هناك بعض النقاط في نظام الإحداثيات، والإحداثيات هي X1 والX2، وما إذا كان Z أكبر من صفر فهذا تصنيف. ثم يمكن التعبير عن هذه المتدينات كخط مستقيم يقسم العينة إلى فئتين. إذا لم يكن هناك B، فيجب أن يكون هذا الخط عبارة عن خط يمر قبل الأصل ويكون تسير تصنيف ضخيفا للغاية. إذا كان هناك تحيز، فإن حدود قرارها حول هذا الخط المستقيم. إذا كان هناك ثلاثة متغيرات لخط العرض X1، X2، X3، فيمكننا استخدام نظام إحداثيات ثلاثي الأبعاد لتمثيلها. وبالمثل، فإن عالم المثبات الآن مجرد خط مستقيم هو حدود القرار. الآن هي طائرة وهي مستوى القرار. التالي هو خلايا العصبية ذات النواتج المتعددة. إذا كان لديك ثلاثة مداخلات ومخرجات، فيجب أن تدرب إدخال X في مجموعتين من W للحصول على نتيجة. على سبيل المثال، لا يعتمد طائر النورس على درجة حرارة فقط ليقارن ما إذا كان قد فريز أمبير، ولكن يمكنه أيضا الاختيار أن يكون كسولا ويدعو البيض في أرشه. فإن Z2 يمثل احتمال اتخاذ قرار لوضع البيضة. في الرياضيات، يتم ضرب متجه صف X لثلاثة عناصر في مصفوفة W من ثلاثة صفوف وعمودين، ونتيجة نهائية Z هي أيضا عنصرين. في تطبيق الكود، ما زلنا نستخدم تنسلير X لإنشاء المتغير X ومتغير W. في هذا الوقت، هذه مصفوفة 3.2. ثم مرة أخرى استخدم delete matmul، فيمكننا الحصول على نتيجة Z2.